أنا عندي عتب على بعض الأندية ولا خص بالاسم، يعني أحيانا يخلوك تشترك تدخل أول يوم بس الكوتش يخفيك تور، يقول لك ترى هنا الجهاز تسوي كذا هنا تسوي كذا، وهو طبعا مشغول مع عدد كبير من المشتركين. فأنت تبدأ تتمرن تشعر أنهم قاعدين يدفعونك أنه روح للبي تي اللي هو، أو عفوا التدريب الشخصي، عشان ياخذ منك كوست إضافي. كيف ممكن الأندية تتلافى هذا الأمر، وكيف المتدرب ما يقع في فخ الاحتياج، أنا أحتاج بي تي ولا هو نوع من الترف والكماليات والجمال أنه أنا والله جايني واحد مدرب شخصي وقاعد أتمرن، كيف أعرف أنه أنا محتاجة، وما هو دور الأندية في تحفيز المدربين أنه يملك المعرفة للمشترك؟ طيب أنا في النقطة دي اسمح لي أن أنا هذكر مثال بالاسم. خلاص يا سلام تفضل، بالعكس. في مثلا أندية فيتنس تايم وقت اللياقة عاملة الكاتيجوري بتاعها بتحاول تجذب أكبر عدد وأكبر قدر من الناس، فعلا بتحاول تطبق المنظومة، الغني الفقير اللي معاه اللي ما معهوش، عايزة أي ناس لازم تخش تمارس الرياضة. نمرة واحد، عملت جميع الكاتيجوريز بتاعة الأندية بتاعتها من أسعار مختلفة، أندية إكسبريس فروع صفراء جميع الفئات، وفئات أورانج اللي هي البرو، عملت سيدات، عملت رجال اللي هم الاف تي اللي هو الاحمر، عملت السوبر اعلى حاجه اللي هي الفي اي بي اللي هو البلس، بحيث انها تاخد كل الطبقات وكل الناس يبقى عندها احتياجاتها. انت يا دوب عايز دمبلز وعايز الات، وكلهم على احدى الصيحه واجهزه تكنو، سواء في اقل جيم لاعلى جيم. ده نمره واحد. جميل. نمره اتنين، حضرتك بتخش النادي، في واحد يقدر على تكلفه التدريب الشخصي، ايوه هذا النقطه، وفي واحد تاني ما يقدرش. من اول ما بتدخل النادي، الانديه عندنا موفره، مدرب موجود في السباحه، مدربين فلور موجودين في جميع الصالات، بحيث ان انت لما بتدخل الامبادي موجود، جهاز الامبادي موجود عشان تعرف وزنك اهو، مجانا، ما بيتعملش عليه فلوس. ان شاء الله تدخل كل يوم مرتين، محدش بيتكلم معاك، تعمل الامبادي وبتدخل للمدرب بتاع الصاله تساله على توجيهات، لكن طبعا ما راح يعطيك وقتك كله بالظبط. فانت بتساله اعمل ايه النهارده، بيقول لك كذا، الجهاز ده بيشتغل ازاي، بيقول لك كذا. حتى لو معاك بروجرام من واحد اونلاين او معاك ابلكيشن بتقول له التمرينه دي اعملها ازاي، برضه بيقول لك تعملها ازاي. احسنت. فالنادي موفر لك كل الكلام ده عشان ما يبقاش عندك حجه، وبرضه في نفس الوقت عامل لك حاجه بكوست خفيف خالص، بدانا فيها في الفتره اللي فاتت، ثلاث حصص بمبلغ رمزي، ان هو يديك فيهم برضه الميكانيزم ويحطك على الاساسيات عشان تنطلق. عشان تنطلق، يبقى هو كده عمل معاك كل حاجة. أحسن. أنا بعض الأندية اللي أتكلم عنهم، أنا عن واقع تجربة، يعني بالأمانة ما جربت هذا النادي، وأتشرف والله أني أكون عضو من المنسوبية، لكن أتكلم عن غيرهم في هذه المشكلة. فودي أوجه نصيحة للمتدرب أو اللي بيدخل الجيم، في حال أنك ما عرفت التمرين الصحيح، لا تغامر بمستقبلك الرياضي. بعض الناس تجي إصابة ينقطع ترى بشكل تام، ممكن لا سمح الله إصابة خاصة في العمود الفقري، بعض الأشياء، وراح أجيك بعد شوي على أبرز الإصابات اللي ممكن تمر عليك أنت كمدرب بسبب التمارين الخاطئة، ونعرج عليها. فأنا هذه البوينت، أنا ودي أوجه رسالة، إيش الطريقة الصحيحة، مع مين ممكن تأخذ التدريب حقك، وما إلى ذلك. رأيي أنك أنت ما تجربش، جسمك مش محتاج أنك أنت تجرب فيه، ادخل وانت فاهم أنت بتعمل إيه. ثانيا، انت لما تخش النادي البريوريتي والأولوية بتاعتك هي لتمارين المقاومة. انا بشوف ناس كتير جدا اول ما تدخل الجيم متجه للكارديو، ويبتدي يقول لي اصلا انا هقعد اسبوع او شهر او شهرين عشان اعمل تمارين كارديو عشان اكتسب لياقة. كارديو اللي هو الهوائية بالظبط. لا، انت دلوقتي الأولوية القصوى بتاعتك هي المقاومة، تمارين المقاومة. ليه؟ حضرتك دلوقتي لو انت عايز ان انت تقارن ما بين تمارين المقاومه وتمارين الكارديو، خلاص، طبعا تمارين الكارديو مهمه جدا. في ناس تقول لك عضله القلب ملهاش تمرين، لا، تمارين الكارديو هي تمارين لعضله القلب. فانت بتخش تمرن الريسبيراتوري سيستم، وبتجهز جهازك التنفسي ان هو يبقى افضل، بتحرق دهون في نفس اللحظه. طيب انستنتلي انت حرقت هذه الدهون، نزلت من على الجهاز، ايه اللي حصل؟ ستوبت، مظبوط. طب نيجي بقى نبص على تمارين المقاومة. نمرة واحد، انت خلال التمارين حرقت دهون، صحيح بكمية اقل، ولكن بعد حرق هذه الدهون جسمك او التشوز بتاعة الانسجة العضلية بتبتدي انها تتقطع بتقطع بسيط كده خالص، يحصل فيها تلف. انت لما بتاكل
يبتدي ربنا سبحانه وتعالى يخلي الأنسجة يحصل الاستشفاء فتكون أنسجة أكبر فيحصل النمو العضلي. الكلام ده كله بيستهلك منك سعرات حرارية رهيبة على مدار الفترة اللي انت قاعد فيها دي وما بتتمرنش. يبقى أنت في فترة التمرين بتحرق وفي فترة الريست برضو بتحرق. طيب لو انت واحد دلوقتي بدين وبتخسر وزن، الدهون دي ضغط على الجلد بتاعك صح ولا غلط؟ اترهل. لما تخسرها ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ترهل. يبقى انت لازم دلوقتي وانت بتنزل في الدهون تنشف تكتسب عضلات. فالعضلات دي العضلة حجمها اصغر، حجمها اكبر من الدهون، من الدهون ولكن وزنها اقل. فوانت بتخسر لك 5 كيلو دهون جميل جدا تكتسب لك 500 جرام ماسلز، فيفضل الجلد بتاعك مشدود وشكلك كويس. غير كده مين اللي بيحب ان هو يخسر الوزن بتاعه في نفس الوقت يبقى شكله هزيل؟ لا، كان مريض شكلك بالظبط. فده كله هيتم ازاي؟ عن طريق تمارين المقاومه. صح، والمدرب لازم يوزن معاك حته المدرب دي. احنا لازم نقول لكل الناس انت مش لازم ان انت يبقى معاك مدرب، المهم تبقى فاهم. يا سلام عليك. اهم حاجه تبقى فاهم، مش لازم ان انت تروح للكابتن احمد الشناوي عشان هو يمرنك، لا، روح اقرا، روح افهم. لكن من غير فهم ومن غير قرايه ومن غير اي حاجه انت غالبا كده هتضر ايه نفسك. روح بقى اذا على الرياضه اللي تتناسب معاك وما تضركش، علما بان الجيم مفيش واحد بيمارس اي نوع من انواع الرياضه الا لازم يروح الجيم. لعيب الكوره بيروح الجيم، لعيب التنس بيروح الجيم، لعيب الاسكواش، لعيب الجمباز، اي لعيب لازم يروح الجيم عشان يقوي عضلاته ويزود الانديورانس بتاعه، كل واحد يزود حسب برنامجه، بس لازم يروح الجيم. صحيح، احسنت.